يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه في الاهلي في رمضان واخر حلقات هذا البرنامج اللي اتشرفنا بوجودنا مع حضراتكم خلال شهر رمضان من خلاله، وعوده لضيفنا اللي الحقيقه يعني اقل حاجه تتقال عليه انه من الشخصيات المحترمه جدا المحبوبه جدا من الناس اللي دايما لما بيتقال اسمها ما بيتقالش عليه بالمعنى الحرفي غير كل خير، والكلام ده على الصعيدين، الصعيد الشخصي والانساني وكمان الصعيد الرياضي واسهاماته السابقه مع النادي الاهلي وحصوله مع النادي الاهلي في مواسم مختلفه على تقريبا كل الالقاب اللي كانت متاحه في هذه الفتره الزمنيه. كابتن امير عبد الحميد كل سنه وانت طيب، سعداء بوجودك معانا، منورنا. متشكر جدا على الكلام الحلو ده، وانا سعيد ان انا معاكم طبعا، وكل سنه وحضرتك طيب ونهاوندي طبعا طيبه والساده المشاهدين والامه العربيه والاسلاميه بخير. مرح يعني عايزه اقول لك انا فرحانه جدا ان انت معانا، عايزه برضو اقول للناس ان احنا كتير جدا كان كابتن امير بس في 10 الصبح في الاهلي بقى كان عمالين نظبط بقى لنا داخلين في سنه عشان يكون معانا، بس لان طبعا ميعاد البرنامج انا متفهمه جدا ان هو صعب شويه، بس اهو بقى حظنا حلو تكون معانا كمان في اخر حلقه في الاهلي في رمضان بنختم مع كابتن امير عبد الحميد زي ما احنا عارفين طبعا حارس الاهلي السابق ومدير اكاديميه الاهلي في الشيخ زايد، ويعني قيمه كبيره جدا، ومش هنقعد احنا نتكلم بطولات ويعني وقصص، وهنروح كمان لشق شخصي وحاجات يمكن ما يعني ما اتكلمناش فيها معاك قبل كده، بس خلينا نروح نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. على مدار أكثر من 100 عام تميزت قلعة النادي الأهلي بأفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، وعلى مر الزمان أثبت حراس العرين الأحمر أنهم الأقدر والأحق بحراسة مرمى منتخب مصر في كل المراحل السنية، وأصبحوا القاسم المشترك في كل نجاحات الفراعنة عبر التاريخ. امتداداً لكل حراس العرين برز اسم الحارس الشاب أمير عبد الحميد، ووصل واقتحم قلوب وعشاق جماهير المارد الأحمر عام 2008، وبالتحديد بعد أن كان أحد أهم وأبرز الأسباب في تتويج الأهلي بالبطولة الإفريقية. بدأ أمير مشواره مع كرة القدم ناشئاً في صفوف الأهلي عام 1992، وتدرج في كل المراحل السنية حتى لعب لفريق الكرة الأول موسم 99-2، وبات أمير أحد أهم العناصر في تشكيلة كل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب العملاق القاهري. ولعل المباراة الأهم في مسيرة الحارس الأمين للقلعة الحمراء كانت أمام النادي الإسماعيلي موسم 2004-2005، عندما قاد زملائه لاكتساح الدراويش بستة أهداف نظيفة في ملعب الإسماعيلية، كما قاد الأهلي للفوز الغالي على كلاب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال العالم للأندية. 2008 يحمل للحارس المتألق ذكرى انتصار رائعة محفورة في قلوب جميع عشاق القلعة الحمراء، فبعد رحيل الحارس عصام الحضري المفاجئ تولى أمير عبد الحميد المهمة الانتحارية في عدم وجود حارس مرمى غيره مقيد في القائمة الإفريقية. ومع روح التحدي التي يتسم بها أبناء صالح سليم نجح أمير عبد الحميد في إتمام المهمة على أكمل وجه، ولعب كل مباريات الأهلي الإفريقية وآخرها مباراة التتويج أمام القطن الكاميروني في جاروا والتي حقق فيها الأهلي لقب البطولة. مسيرة أمير عبد الحميد مع المارد الأحمر شهدت فوزه بكل الألقاب المحلية والقارية، فحقق الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والمصري في أكثر من مناسبة، وبات أحد أهم أفراد كتيبة الجيل الذهبي في القلعة الحمراء تحت قيادة المدرب العبقري مانويل جوزي. عقب رحيله عن الأهلي لعب أمير لعدة أندية حتى علق حذاءه معلنا اعتزاله كرة القدم في يوليو 2018 بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء والإنجازات. طيب احنا بس عايزين نقول حضرتك كنت من 89 مش 92، لان دي بس حاجه نصلحها. غير كده بقى يعني معلش اسمح لنا في الفقره دي انا وكريم مش حابين بس ان احنا نتكلم عن يعني الفتره بتاعت رمضان او العيد، لا احنا هنروح لرمضان وهنروح للعيد وهنروح للحياه الشخصيه وهنروح
وهنروح لا لا هنروح وهنروح طبعا للحديث، لان احنا عندنا يعني مباراه قمه عدت وفيها برضو كلام، عندنا مباراه سان داونز وفي يعني برضو تفصيلات او تفاصيل كتيره جدا حابين ان احنا نتطرق مع حضرتك فيها. بس خليني انا وكريم نبدا برضو من فكره هنا رمضان عدى عليك ازاي، لان طبعا هو كتير من الناس بتحس ان هو بيبقى صعب شويه فتره الصيام، خصوصا الحمد لله على كل شيء وربنا يعني يحسب ده في ميزان حسناتنا، انه كان في حر شديد جدا مع الصيام مع الشغل، فازاي عدى عليك رمضان بقى؟ عدى زي اي حد عدى عليه، في كسل في شغل كان عندك مسؤولياتك الاكاديميه، انا عارفه برضو ان كان عندك شغل كتير في الاكاديميه مؤخرا. احنا كان عندنا حوالي اسبوعين في رمضان، كان بس الشغل كان بعد الفطار، لكن الفتره اللي هي طبعا من الصبح بقى لحد المغرب دي بيبقى فيها بقى مسؤوليه كبيره في البيت، وعندي زينه ثانويه عامه وادم طبعا مسؤوليه كبيره. ولادك عايشين معاك برضو يا امير صح؟ عايشين معايا يعني عندك ثلاثه ما شاء الله، ولدين وبنت. زينه وادم واسر، ربنا يفرحك بيهم. زينه ثانويه عامه بقى ربنا احلى عرايس وعرسان في الدنيا ان شاء الله. فمسؤوليه كبيره لكن طول الوقت ببقى معاهم، وطبعا الصلاه والمشاوير بقى اللي هي بيبقوا محتاجين حاجات معينه بيجيبوها، بيبقوا عايزين يروحوا معايا مشاوير مثلا، ممكن نلعب مع بعض في الجنينه العيديه، لبس العيد اللي احنا وكريم كنا لسه بنتكلم فعلا من شويه على النقطه دي، وقلنا ان للاسف في حاجات كتير ابتدى مش هقول لك يعني طعمها يتغير، وفي حاجات ابتدت تندثر او في طريقها للاندثار. احنا كنا من ضمن التفاصيل دي كنا بنتكلم على العيديه وعلى لبس العيد، فخلينا نعرف منك انت شخصيا في الاطار ده كنت عامل ازاي؟ هل يعني كنت من الناس اللي بتسعد قوي بتلقي العيديات، ولا دلوقتي حزين ان انت اللي مضطر تديها ولسه بتشتري لبسك لبس العيد دلوقتي، ولا خلاص كله رايح على الولاد؟ انا شايف والله يا كريم الامور اتغيرت، يعني انا شايف دلوقتي ان الولاد هم المفروض يدونا عيديات. انا قلت كده على الهوا والله، لان دلوقتي انت كل يوم بياخدوا منك فلوس، وبعدين هم اذكياء جدا بيحوشوا. اوكي تمام. عشان في اوقات تعرف الاونلاين والحاجات دي كلها طبعًا بيبقى شغاله طبعًا. فمش معقوله هو بيبقى ذكي يقول لك انا مش هاخد من بابي مثلا كل شويه فلوس، فيبقى محوش بيجي مثلا يجس نبضي، بابي انا عايز مثلا كذا كذا كذا، فانا اقول له انا كنت ناسي طبعا ان انا مديله فلوس، فهو بيبقى محوش فلوس. تمام. كل الاولاد كده دلوقتي، الجيل اتغير والزمن اتغير، وبيهتموا بلبس العيد برضه ولا خلاص كبروا على كده؟ كل يوم بياخدوا عيديات، كل يوم بيروحوا ينزلوا يشتروا لبس اونلاين، هو دلوقتي بيشتري لبس كل يوم اونلاين، والامور اتغيرت. لكن طبعا دي حاجه، وان انا طبعا اكيد يوم العيد ده بيبقى لازم يبقى ليه عيديه، لازم يبقى ليه هو بقى ده الكلام بقى اللي يفرح. الكلام الجميل الحاجات دي اساسيه طبعا. لكن اول يوم طبعا هو دلوقتي مسافرين معايا زينه، بس هي معايا ثانويه عامه بتذاكر انا وهي، فطلع عينينا. لكن طبعا العيد واحنا صغيرين اكيد بيختلف، خصوصا انا كمان عيلتي من القناطر، القناطر اللي هي كان كل الناس طبعا في محافظات مصر المعيدين بالظبط طبعا، كانت الناس كلها بتيجي. القناطر انا متاكد ان بكره الساعه 5:30 6 بتقفل، وخصوصا كمان دلوقتي بقى طبعا الكورونا الدنيا مش مظبطه الساعه 9 كله لازم كله الساعه 9 على كام. انا بتكلم على ايام وانا كنت صغير وكده، كان كل هو ده السبوت المين سبوت بالظبط. لا القناطر الخيريه بصفه خاصه كمان ايام العيد زمان كانت فيها مفتوحه على بعض، يعني ليل بنهار بكله، كانت من يعني ده الراعي الرسمي للعيد عند كتير قوي من المصريين من مختلف الطبقات. عارف حضرتك هو القصه كلها ان كان في ناس بتيجي من المحافظات كلها، القاهره جيزه شرقيه اسكندريه، كان كل الناس بتيجي عشان بتركب خيل في القناطر، تركب تنزل يعني تركب مركب في النيل، العجل طبعا كان مهم جدا من اشهر حاجات اللي هي كانت عادات وتقاليد في القناطر. فكانت ايام كنت انا صغير بقى وكنت لسه بقى هبتدي ادخل النادي، كان عندي 9 سنين أو 8 سنين، فكانت ايام كويسه جدا. دلوقتي الدنيا اتغيرت والزمن اتغير، والولاد دلوقتي بقى هم المسؤولين علينا اكتر. صح يعني. والعاديه لسه بتديها لهم زي دلوقتي يعني لحد دلوقتي بياخدوا عاديه؟ ووالده انا عارفه حضرتك يعني مش متزوج دلوقتي، بس طبعا لو كنت متزوج كنت هتديه عاديه برضو صح أكيد كده؟ اكيد اكيد يعني اكيد. ده كلام محترم طبعا، احنا البنت بتخرب اساسا. يعني ده كلام محترم. البيت بيتخرب طبعا يوم العيد، لكن اهم حاجه انا بالنسبه لي دايما متعتي ان انا ولادي مبسوطين، اصحابي مبسوطين، الناس اللي بتحبهم، اهلي قرايبي كل الناس تبقى مبسوطه، ده بالنسبه لي عيد يعني. هو ده بالظبط كده. تابعت اي حاجات في رمضان، مسلسلات او كده؟ يعني كان يومك بيمشي ازاي؟ طبعا بعد المغرب انت بتروح الاكاديميه مينلي، بس بتتابع بعد ما ترجع؟ يعني ناس كتير جدا متابعه السنه دي تحديدا، كان في يعني
كم كبير جدا وتنافس، وفكره كمان مسلسل الاختيار ما اعتقدش في حد في مصر ما كانش بيتابعه، يعني حاجه كانت جميله. بصي هو انا طبعا اكيد بتابع زي اي حد، لان الفتره دي احنا قاعدين في البيت ما بنعملش حاجه بالزبط. واجازه طبعا من الاكاديميه في النادي، بتابع طبعا خصوصا ان كل الممثلين صحابي، كل يعني هتلاقي في كل مسلسل ليا ناس صحابي ودايما بيقابلوني وبنتكلم اتفرجت ما اتفرجتش، فلازم ابقى اتابع يعني بالزبط. انا قابلت ياسر جلال في الجيم معايا، فقال لي اتفرجت على المسلسل وكده، قلت له بص انا عشان المسلسلات كتير فانا سابك للاخر لان هو حبيبي جدا. رد كويس. وطبعا يوسف شريف وكل الناس، مش عايز انسى حد، امير كراره، السقا، كل الناس صحابي عاملين الصراحه شغل كويس جدا. كل الناس عملت مجهود كبير جدا في جميع المسلسلات حتى البرامج. انت عندك علاقات اهو طيبه وقويه جدا بنجوم السينما والتمثيل، وفي بعض الاحيان بنلاقي ان في لعيبه كوره المميزين جدا منهم بعد الاعتزال البعض منهم فكر ونفذ بالفعل ان هو يدخل عالم السينما وعالم التمثيل. وقبل الاعتزال ما خطرتلكش على بال الحكايه دي؟ انا مثلت على فكره برضه يعني. ايه ده؟ يعني انا ليا اصحابي اصلا يعني مثلا ليا اصحابي كانوا معايا في الاهلي زي مثلا احمد السعداني، يوسف شريف، احمد صلاح حسني، كل دول كانوا حمائي، لعب شويه في الاهلي وبعد كده يعني في مدرب يعني تقريبا مشاه او حاجه كده، لكن كلهم في حوالي 3 4 5 كانوا موجودين معايا في النادي الاهلي ولعبوا كوره وخدوني بعد كده، في منهم خدني في مثلا في فيلم مثلا زي احمد السعداني، عملنا لقطات، عملنا فيلم، عملنا مسلسل الحمد لله هو ما اتذاعش لحد دلوقتي مش فاهم ليه برضه. طب انت الخطوه دي ما شجعتكش ان انت تنغمس اكتر في المجال ده، ان انت تركز معاه اكتر؟ لا اصل دي بتبقى موهبه بصراحه. يعني انا يعني في ناس بتبقى موهوبه في الرياضه، في ناس موهوبه في الفن. احمد صلاح حسني كان مختلف، يعني احمد صلاح حسني كان من الناس اللي هو كان واحنا صغيرين كنا بعد ما نخلص ماتشات الناشئين حتى كنا بنروح البيت مامته الله يرحمها وبابا طبعا كابتن صلاح حسني، كنا بنقعد بعد ما مثلا بنتغدى او كده كان هو بيعمل لنا جو، كان بيلحن وكان بيلعب مزيكا وكان بيغني، فبالتالي هو بدا بلحن بالالحان وبعد كده ابتدى يعني يغني شويه، ابتدى يدي اغاني للمطربين، دخل في التمثيل، ف يعني ربنا وفقه وهو موهوب جدا. يوسف شريف نفس القصه، احمد صلاح، احمد السعداني نفس القصه، فدي بتبقى موهبه. انا حاسس ان انا مش هيبقى ليا يعني مش هعرف. استنى المسلسل ده اللي انت بتقول انه كويس لسه لغايه دلوقتي ما تعرفش نحكم بناء. عملنا فيلم العالمي مع يوسف شريف. انا شفته العالمي. يعني جه النادي الاهلي صور معانا ونزل الاستاد معانا ماتش القطن الكاميروني وماتش روما وصور حقيقي تصوير في الاستاد، خد لقطات، وبعد كده جينا بقى في عملنا تصوير في استاد القاهره كان معانا برده في ماتشات. يعني في كان بيبقى فيه جو كويس جدا. في اسامي فعلا، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن صالح سليم الله يرحمه، وتالق جدا على فكره كابتن صالح طبعا وكابتن اكرامي. لا وعايزه اقول لك يعني اسامي من اللي احنا ذكرناهم فعلا تالقوا جدا كمان في التمثيل، منهم انا بالنسبه لي انا بحب جدا كان تمثيل كابتن صالح سليم الله يرحمه الشموع السوداء، وفعلا مثل دور اعمى بشكل احترافي. يعني انت ما كنتش تقدر تتخيل ان ده مش راجل اعمى، لان احنا عارفين طبعا. لا بجد يعني في زي ما حضرتك قلت ممكن فعلا التالنت موجود، كل واحد ليه شخصيته. يعني كابتن صالح سليم طبعا كان طالع جد جدا، كان كاريزما كبيره جدا. كابتن اكرامي كان كوميدي جدا. احمد كابتن شريف عبد النعم كان اللي هو ايه أكشن داخل جداً. اكشن ومع ان هو يعني شخصيه جميله جدا وكوميدي جدا ودمه خفيف جدا، انا على المستوى الشخصي بحبه جدا يعني. فكل واحد بيبقى ليه طريقه معينه، وانا بالنسبه لي كنت حتى لما جالي سيناريو قلت لهم انا عايز اطلع بشخصيتي لان انا مش هعرف ولا اعمل كوميدي ولا اعرف اعمل اي حاجه. حتى خدت راي يوسف شريف في السيناريو وهو قال لي تعمل ايه وما تعملش ايه، عملت طلعت بشخصيتي بصراحه في المسلسل، لكن هو ما كان حاجه سات كوم بس ما طب احنا التفاصيل اللي كنا بنتكلم معاك عليها من شويه والولاد وفكره ان انت يعني قاعد بقى ومركز معاهم في مذاكرتهم وفي التواجد معاهم بصفه مستمره، مستمتع الى اي درجه بالتفاصيل دي؟ وخصوصا ان انت كان في سنين طويله من عمرك كنت محروم منها. يعني في الوقت اللي كلهم مثلا عندك في البيت متجمعين على مناسبه ما غالبا انت مش موجود لان انت يا عندك سفريه يا اما عندك معسكر يا اما عندك مباراه مهمه، مستمتع باللي فاتك طول الفتره اللي فاتت اكيد، ولا بتحن للي فات اصلا؟ لا خالص. يعني حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، ان انا اساسا طول الوقت كان بيبقى عندي معسكرات وعندي ماتشات سواء مع المنتخب او مع النادي او مثلا الانديه اللي لعبت فيها،
كان برضه عندي معسكرات وكنت دايما ببقى مسافر. يعني لعبت في سموحه، قعدت في اسكندريه فتره، لعبت في بورسعيد، قعدت في بورسعيد شويه في المصري. كنت بعيد دايما، ودايما لعيب الكوره دايما بيبقى مضغوط، دايما عنده طبعا معسكرات. ف وخصوصا انت بتلعب في النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي حاجه مختلفه تماما، مفيش اي حاجه فيها رفاهيه ولا فيها اي حاجه، انت معسكر التزام. وخصوصا ان الواحد اتعلم الحاجات دي من هو صغير، فبالتالي يعني الواحد بيجي له وقت بيبقى يتمنى يجي له يوم اجازه او مثلا اجازه بتاعت السيزون دي بيقضيها مع الاولاد. فاكيد بشتاق للحته دي، والولاد دايما وخصوصا الولاد بقى كبروا بقوا صحابك دلوقتي. خلاص يعني بيذكروني بقى او بيفكروني بالحاجات وانا صغير. يعني عندي آسر بيفكرني بالطفوله، عندي آدم بالشباب، زينة نفس القصه بقى البنوته بقى الجو الكبير بقى والمسؤوليه طبعا. فبالتالي الوقت اللي انا ببقى فاضي فيه دلوقتي ما بصدق ان هم يبقوا معايا، بنقضيه مع بعض، وكل واحد بيبقى ليه شخصيته. يعني في وقت معين مع بعض، وفي الاخر كل واحد بقى ليه اصحابه وكل واحد. بس انت كأب عموما عامل ازاي؟ اي نوع من الاباء؟ انا سلس جدا، حنين جدا، كريم معاهم، طيب، وخصوصا ان هم كمان بيعتبروني ان انا صاحبهم، وهم نفس القصه يعني اصحابي، مش بابي بقى وكده، لا انا دايما كده، حتى مع اصحابي نفس الشخصيه، مع اولادي نفس الشخصيه، مع انا بشوف انا متابعاك على انستغرام دايما، بشوف الفيديوهات طالع معاهم كوره، بلعب معاهم كوره، بلعب معاهم حاجات كتيره جدا. حتى كمان هم مسافرين سخنه دلوقتي، فكان نفسي ابقى معاهم، لكن زينه طبعا ان شاء الله. طب احنا هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل، لسه طبعا في محاور كتيره جدا هنتكلم فيها مع كابتن امير. فاصل سريع ونرجع. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده لاخر حلقات الاهلي في رمضان، وضيفنا العزيز كابتن امير عبد الحميد اللي منور حلقتنا النهارده، واللي يعني كنا نتمنى ما كناش نطلع فاصل الحقيقه من كتر الكلام الحلو اللي اتكلمنا معاه فيه والذكريات الجميله. طبعا انت عاصرت ازمنه من اجمل الازمنه عند يعني كل مشجعي النادي الاهلي. كنا بنتكلم على تفاصيل الفرقه دي والجيل ده والزمن ده بصفه خاصه، وحتى كنا بنقول ان حتى الفرق الافريقيه اللي كنتوا بتلعبوها في ذلك الوقت كانت اقوى بكتير مما هي عليه دلوقتي. فواضح ان كلمه ان الزمن اتغير تنطبق على كل تفاصيل اللعبه. بالظبط، يعني احنا كان مثلا الجيل بتاعنا كان في مثلا فريق زي القطن الكاميروني كان اقوى بكتير من سان داونز. كان صعب جدا، ده كان يعني ايام الجيل بتاعنا كان قاعد 10 سنين ما بيخسرش. انيمبا النيجيري كان برضه نفس القصه، ما كانش بيخسر. دينامو زهراري كان برضه ما بيخسرش. كانت الامور يعني صعبه، وشفنا ظروف صعبه جدا ومواقف صعبه جدا، لكن يعني طبعا احنا قدرنا ان احنا بنلعب في النادي الاهلي، نادي كبير ومسؤوليه كبيره، فطبيعي ان الواحد لازم يستحمل الضغوطات، لازم يستحمل التعب، لازم يستحمل كل حاجه عشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، بحيث ان احنا يعني كان بيبقى هدفنا ان احنا ناخد بطوله، مش ان احنا نكسب ماتش او حاجه. والحمد لله كان معانا جيل برده كويس جدا، كلهم كانوا نجوم، كلهم كانوا مسؤولين، فكان جيل كويس بصراحه. كان عندنا مدير فني عبقري بصراحه، جهاز فني طبعا مانويل جوزيه، وكان معانا لعيبه كويسه، وكان معانا وكان في جمهور معانا في الملعب طبعا. يعني ده الاساس ده الاساس طبعا، جمهور النادي الاهلي اللي هو كان دايما بيدعمنا. عندنا مجلس اداره كان يعني بيقف معانا في الوحشه وقبل الحلوه زي ما بيقولوا. طول عمر النادي الاهلي ومجلس ادارته بيبقى دايما في الفرح، ما حدش بياخد باله منه، لكن ما بيظهرش، لكن في وقت مثلا لما يحصل دروب لينا او صح، يحصل نتائج سلبيه، بتلاقي في غرفه مغلقه، تلاقي ايام من ايام كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن خطيب لما كان نائب، والنهارده كابتن خطيب رئيس نادي. انا كان يعني الواحد كان نفسي برضو ابقى العب او في الجيل دوت وكابتن خطيب موجود. فبالتالي ان انا من ايام كابتن خطيب وهو كان عضو مجلس اداره وكان نائب رئيس النادي، كانوا مسؤولين، كانوا دايما بيبقوا وقت الشده موجودين معانا، بيقعدوا يشيلوا الضغوطات اللي علينا، وكان دايما يقول لك العب واستمتع، مالكش لعب بضغوطات، احنا نشيل احنا الضغوطات. لكن في وقت البطولات والمكسب والحاجات دي كلها كان بيسيبنا احنا نفرح، ودي عاده النادي الاهلي والمسؤولين الكبار جوه النادي الاهلي. يعني
اتفق معاك جدا، ويمكن ده فعلا لمسناه في الفتره اللي فاتت تحديدا، وشفنا العديد من اللقاءات اللي كانت بتجمع بين كابتن خطيب والفريق يعني، وشفنا الاداء بعد كده كمان كان ازاي. صحيح. بعد اللقاءات دي خلينا بقى نروح شويه للدوري المصري وفكره هنا كمان الاداء بشكل عام. طبعا هنروح تحديدا للمباراه الاخيره، مباراه القمه، لان فيها كلام كتير، ولكن الدوري العام خلينا نشوف الموسم ده من وجهه نظر كابتن امير. لو قارناه بالموسم اللي فات، انت شايف الاختلافات ازاي؟ شايف ايه امتع؟ شايف ايه الفرق اللي افضل؟ كان تحديدا كمان انا عايزه رايك في اداء الاهلي. انا شايف طبعا ان النادي الاهلي دايما بيلعب على القمه، على المركز الاول. والنادي الاهلي عنده طبعا بيبقى مشغول ببطولات تانية، كاس مصر وسوبر افريقي وسوبر مصري وبطوله افريقيا وكاس عالم انديه. النادي الاهلي او اي لاعب في النادي الاهلي هو قدره ان هو يبقى موجود ودايما بيلعب على البطولات، دايما عليه سبوت، دايما مضغوط. لما بيخلص ماتش سواء كسب او خسر بيتقفل الماتش دوت وبيبص للي بعديه. فانا شايف النادي الاهلي دايما المشكله في بعض الناس لما بييجوا يتكلموا عن النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيلعب في افريقيا فبيبتدي عنده ماتشات مؤجله، فالناس بتحكم على اللي موجود دلوقتي، ان النادي مثلا الزمالك او نادي بيراميدز او نادي ايا كان مين بيبقى هو موجود في الجدول فقط رقم واحد. لكن الطبيعي النادي الاهلي لما بيكسب الماتش ده انك انت بتلعب ماتش وبتعديه، بتلعب ماتش وتعديه. طبعا الظروف مختلفه، ان انت عندك كل 72 ساعه ماتش. بالظبط. فبالتالي اللعيبه مجهده، في اصابات، في كورونا، في ظروف مختلفه. فطبيعي ان مستر موسيماني هيغير من في اللعيبه وفي التشكيل. لما بيغير في ممكن بعض الماتشات مش هيبقى فيه انسجام شويه، وده اللي الناس بتتكلم عليه. لكن هو ده ظروف الوقت اللي احنا فيه، وظروف الاصابات وظروف كورونا. وظروفه كمان اول ما جه مع النادي الاهلي يا كابتن امير لو تتفق معايا، هو اصلا كان جاي في فتره صعبه وكان لازم عنده ماتشات مهمه ولازم يفوز ولازم يلعب، فكان بيشوف اللعيبه وكان لسه ما كانش في تشكيل نهائي. حتى ناس كتير كانت بتتكلم فعلا احنا محتاجين نديه فرصه، ان هو لسه بيشوف اللعيبه، بس قدر ان هو كمان يحصد بطولات يعني كلنا اعتقد يعني كنا سعداء بيها. فانا بتفق معاك في الناحيه دي بصراحه. بصي، هو طبعا التشكيل لما بيثبت اكيد بتلاقي اداء، بتلاقي نتيجه. لكن في الظروف زي ما قلت اللي احنا فيها، وعندك لعيبه مميزه كتير. بالزبط. خلي بالك احنا عندنا طبعاً اكتر من 25 لاعب مميزين، شباب وخبره وناس كانت راحت اعارات ورجعوا خدوا خبرات كبيره جدا، ودي كانت سياسه كويسه جدا. انت النهارده رجعت حوالي 5 6 7 لعيبه اعتقد. لو انت دول ما وديتهمش اعاره ورجعتهم تاني كنت هتضطر تجيب مكانهم لعيبه بكام مليون. لكن النادي الاهلي النهارده كان فيه سياسه ان انت النهارده تطلع ناشئين وتودي اعارات، حتى الناس اللي ما عندهاش فرصه كويسه تلعب زي احمد ياسر ريان، ناصر ماهر، شريف، كل دول لما رجعوا بقوا خلاص يعني مصنع فعلا. مصنع عندنا طبعا. يعني مش قصه بس عندك يعني فرق ناشئين، لا ده انت مصنع فعلا. وزي ما قلت كابتن امير ده فكر حلو جدا ان انت تطلع من عندك يبقوا اولاد النادي اصلا. ويمكن احنا عندنا اسامي كتيره جدا كانوا اصلا في يعني في الناشئين الاهلي ودلوقتي كانوا نجوم او يعني كمان دلوقتي اعتزلوا. كابتن امير شخصيا ينطبق عليه الكلام ده يعني من اول مشوارك الكروي وانت يعني متربي فعلا كرويا داخل جدران النادي الاهلي؟ وعلى فكره تفصيله الناشئين وتفصيله الاكاديميه كمعمل تفريخ انجاز التعبير لانتاج الاجيال الجديده اللي ان شاء الله يعني هنشوفها وهم لابسين تيشيرت النادي الاهلي، عايزينك تطمنا عليهم. بس هستاذنك طمنا عليهم بعد ما ناخد المكالمه دي، لان احنا معانا قيمه وقامه وتاريخ واسم يعني من الاسماء المحببه جدا عند كل جماهير النادي الاهلي من قديم الازل. كابتن عبد المنعم شطه، كل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك وحبايبك كلهم بخير يا رب. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك علينا وعلى الامه الاسلاميه وجماهير النادي الاهلي واعضائه ومجلس اداره ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب كابتن شطه، ويعني احنا دايما بنكون سعداء سواء حضرتك معانا على التليفون بجد او منورنا. معانا كابتن امير ولازم طبعا ان احنا نكلم حضرتك، وطبعا رمضان كده خلص والعيد، فخلينا في البدايه قبل ما نخش لاي شق يعني ليه علاقه بكره القدم او الاهلي، نروح مع حضرتك العيد هتقضيه فين وهتكون في مصر ولا هتسافر؟ والله انا اهم حاجه عندي بس كنت عايز انام ساعه بعد الفطار النهارده، والحمد لله يعني نمتها لانه ما كنتش فايق خالص. دلوقتي هقعد افكر اعمل ايه. طبعا العيد بالنسبه لي يعني فتره استجمام مهمه جدا، لكن انا طبعا لازم اروح النادي الاهلي بكره سلم لواحد ان شاء الله. طبعا ما اقدرش يوم او عيد يعدي عليا ما اروحش فيه للنادي الاهلي. دي نمره واحد، عايز على كل اصحاب والاصدقاء والزملاء
واعضاء النادي، دي حته مهمه جدا. بكره ان شاء الله من الساعه 11 12 هروح النادي الاهلي بالجزيره، وبعد كده طبعا افكر اذا كنت هخرج اروح بقى للاصدقاء شبه الاهل اعيد عليهم، كلها حاجات بتبقى نمطيه. صحيح. هتبدا بالنادي الاهلي يعني كابتن شطه؟ اول حاجه انا ما فيش مره جيت النادي ما لقيتكش يا كابتن شطه، دي حقيقه. انا بفتح النادي وبقفله. وده ليه؟ لان كابتن شطه من اعمده النادي الرئيسي. كل سنه وانت طيب يا كابتن شطه، وعيدك سعيد يا رب ان شاء الله. وكابتن امير بيعيد على حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. طيب يا امير، ازاي حضرتك؟ بصحتك طيب؟ طبعا. انا عايز اقول لكابتن شطه طبعا هو لازم ياخد ان انا مدربك من سنين طويله يعني. طبعا نمره واحد. كان من الحقيقه من اللاعبين المميزين اللي انا كنت يعني بعتز بيهم جدا في الناشئين، كنت دايما بصعده معايا لو كان صغير، كنت دايما اخده معايا في المرحله الاعلى، ودايما كان حقيقه من الناشئين وفي تاريخ الرياضي يعني ملتزم وحقيقه، والان بيقود اكبر اكاديميه في يمكن في الشرق الاوسط او في العالم. صحيح. اللي هي اكاديميه الشيخ زايد، في اكثر من 2500 لاعب. حقيقه بحييه تحيه كبيره جدا، اكاديميه مشرفه للنادي الاهلي. سعيد جدا بادائه، سعيد جدا بخبراته في النادي، يعني حقيقه ترك بصمات في الاكاديميه بشكل يعني انا يعني مش عايز اشكره قدامه، لكن يعني ابناء النادي الاهلي دايما في كل الاماكن اللي الحقيقه بيعملوا فيها دايما بيكونوا مشرفين ليا، فتحيه لي من هذا المنبر حقيقه، وبشكره على المجهود الكبير اللي عمل به هذا الموسم ان شاء الله. شوف الشهاده الحلوه دي جايه لك من مين؟ حبيبي يا كابتن والله. هديه بقى حبيبي. كنا بنتكلم على الموضوع ده فعلا. حبيبي يا كابتن والله كل سنه وحضرتك طيب. بصراحه انا اللي عايز اشكر حضرتك على المجهود الجبار اللي حضرتك بتعمله. يعني كابتن انا مسؤول عن فرع، كابتن شطه مسؤول عن جميع الفروع اللي موجوده في محافظات مصر، عامل مجهود كبير جدا، عامل سيستم وسياسه كبيره جدا جدا، بيساعدنا جامد جدا، مش حاطط علينا اي ضغوطات، خبراته كبيره جدا نقلها لنا بصراحه. يعني انا اللي بشكر حضرتك يا كابتن، وانا سعيد وفخور ان انا اصلا تحت يعني بشتغل في النادي الاهلي طبعا وتحت مسؤوليه حضرتك، زائد ان انا طبعا زي ما حضرتك قلت ان انا يعني من وانا صغير كنت مع كابتن شطه وكابتن ابراهيم عبد الصمد، كل المدربين كابتن احمد عبد، كل المدربين المحترمين دول، يعني كان شرف ليا ان انا اكون معاهم، وانا كنت فعلا متصاعد معاهم. ويمكن لسه كنت بتكلم مع كابتن شطه من كام يوم لما كنا في النادي، لما صعدني ورحنا المانيا كان في معسكر كان بيعتبرني زي ابنه، مش ان انا بس بلعب في الفريق او كابتن التيم. يعني بصراحه انا بشكر حضرتك كابتن على المجهود ده، وببارك لحضرتك على المجهود الكبير وعلى رد الفعل اللي الناس يعني كلمت فيه في جميع المحافظات. انا برضه يا امير من خلال هذا البرنامج الحقيقه عايز الغي الضوء على دور النادي الاهلي في هذه الاكاديميات. هل هذه الاكاديميات اكاديميات جسر ربوحيه كده وخلاص النادي الاهلي عايز ياخد فلوس، ولا النادي الاهلي ما هو هدفه الاساسي؟ يعني مجلس اداره النادي الاهلي على يعني من ايام الحقيقه كابتن صالح سليم كان في هناك هدف كبير جدا في ان النادي الاهلي هو مفرخه لعيبه كره القدم في مصر كلها وفي العالم العربي كمان، لان النادي الاهلي بيخدم يعني شريحه مجتمعيه من الرياضيين. انه لو عملنا احصائيه، وطبعا انا حاولت اعملها بس ما قدرت اوصل لارقام فيها معينه، يمكن عدد اللاعبين اللي بيخرجوا من اكاديميات النادي الاهلي ومن قطاع الناشئين النادي الاهلي في كل انديه مصر عدد كبير جدا. وانت ادرى بقى، انت عاصرت فترات طويله جدا لما كنت في الناشئين. عندنا في الناشئين طبعا النادي الاهلي بياخد ثلاثه اربعه كل موسم او خمسه يصعدهم فوق، الباقي كل الناشئين بيروحوا للانديه الثانيه وبيتميزوا. ممكن في لاعبين بيخرجوا من الناشئين ما لقوش فرصه في النادي الاهلي، لكن بيتميزوا مستقبلا من خلال الاحتكاك ومن خلال اللعب، بيرجعوا ثاني للنادي الاهلي. والنادي الاهلي طبعا الدور مجتمعي، يعني النادي الاهلي دلوقتي الاكاديميات اللي معموله حاليا دي اكثر من 20 اكاديميه على مستوى محافظات مصر، ما بتخدمش غير انها تحاول انها تعمل بلاتفورم او تعمل ارضيه كويسه جدا للشباب والرياضيين والناشئين، عشان تلقي على هذا على هذا الامر عبء كبير جدا علينا كمدربين، كيفيه نصنع ناشئ. مش لازم كل النادي الاهلي بس ناشئ مجتمعي، ناشئ شبابي يستطيع انه يعني يلاقي فرصه في اي حته ثانيه. الحقيقه نشاط كبير جدا معمول في النادي الاهلي، عدد اللاعبين في الاكاديميه تعدى 7-8000 السنه دي، السنين السابقه تعدى 8000-9000 لاعب تحتنا الكورونا السنه دي، لكن ان شاء الله السنه الجايه عندنا اكاديميات اخرى هتتفتح في دمنهور وفي بني سويف وفي بنها وفي طنطا،
فغير الاكاديميات اللي موجوده في اسكندريه وفي كل المحافظات الاخرى، انا حقيقه بلقي الضوء على انه النادي الاهلي نادي بيخدم فئه مجتمعيه كبيره جدا من خلال هذا النشاط الرياضي اللي بيعمله، وانا سعيد جدا على انه كل الحقيقه الاكاديميات بتعمل بنشاط كبير جدا، رفع اسم النادي الاهلي عاليا، جماهير النادي الاهلي في كل مكان سعيده هذا الامر حقيقه، دورنا كبير جدا في كيفيه اننا نلقي الضوء على هذا الامر. جميل، احنا سعداء جدا بتواصلنا مع حضرتك، كل سنه وانت طيب وعيد فطر سعيد على حضرتك وعلى كل اهل بيتك. حضراتكم طيبين، شرفنا بوجودك معانا في حلقه النهارده، بنشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك كابتن شط، وهنشوفك في النادي بقى اكيد يعني. لو فاضي بكره عدي على الساعه 12 واحد عشان العيديات يا كابتن، خلي بالك باخد العيديات من الكابتن. كل سنه وانت طيب، بنشكر حضرتك جزيل الشكر. ونرجع بقى لكابتن امير، وتوقفت معاك عند التفصيله اللي بقول لك فيها ما تطمنا على اللي جاي، الاجيال بقى الجديده، الاشبال، الناشئين، شايف الصوره عامله ازاي؟ هو زي ما الكابتن شطه قال، احنا الحمد لله عاملين مجهود كبير جدا، وعندنا لعيبه كويسه جدا في الاكاديميات، عندنا كل يعني في كل فرع حوالي 2 3 4 لعيبه موجودين بيروحوا القطاع، وده هدفنا زي ما الكابتن شطه قال، ان الناس كانت بتتكلم برضو في حته بتعملوا فرق موازيه. احنا احنا بنعمل فرق اعمار سنيه معينه، بعد كده بنختار الاعمار السنيه المعينه دي في كل سن الناس المميزه، بنعمل ثلاثه سيشنز موجودين، ان في مجموعه اولى ومجموعه ثانيه ومجموعه ثالثه، الثالثه دي بتبقى هي المميزه، وفي من الاولاد اللي هم لسه بقى بيتعلموا كوره والحاجات دي كلها، وده هدفنا ان احنا نعلمهم الكوره ونعلمهم يعني ايه عادات وتقاليد النادي الاهلي، وازاي انك انت تلعب تكون رد فعل، ودايما تلعب على المكسب، ودايما تلعب على الفوز، زي ما نقول بنشربوا الحاجات دي كلها، النادي الأهلي زي ما احنا كنا صغيرين وخدنا الحاجات دي من الكباتن الكبار، فبالتالي وفي تواصل طبعا مع كابتن خالد بيبو، وبرده عايز اشكر كابتن خالد بيبو في الفتره اللي كان معانا في الاكاديميات، كان عامل مجهود كبير جدا، كابتن شطه دلوقتي النهارده هو مدير قطاع الناشئين، ففي تواصل بين كابتن شطه واحنا وكابتن خالد بيبو والمسؤولين تحت في القطاع، ان احنا بيبقى في ولاد بيروحوا فتره معيشه، وده هدفنا ان احنا بنطلع حاجات لعيبه كويسه جدا للقطاع، بيبقوا ان شاء الله يعني هدف كبير للفريق الاول، وباذن الله يبقوا مستقبل النادي الاهلي ومنتخب مصر، فكل سنه بيجي لنا ولاد مميزين، وفي من الولاد اللي معانا، وفي ناس بتجينا من الاكاديميات اللي بره، وفي ناس طبعا اي ولد بيبقى نفسه يلعب في النادي الاهلي. يمكن احنا الجيل من وانا صغير ما كانش في حاجه اسمها اكاديميات، يمكن انا كنت بدخل على الاختبارات على طول، بتتعبي جدا او بتتعب جدا عشان تدخل جوه النادي الاهلي، لكن النهارده بتدخل بتشترك في النادي الاهلي، بتتعلم، بعد كده بيجي لنا اولاد مميزين، وفي اولاد بتتطور بسرعه فبيروحوا القطاع، وده الهدف الاكبر اللي احنا بنسعى ليه يعني في النادي. واصلا ناشئ النادي الاهلي مختلف يعني يعني مش تحيز، بس دي حقيقة. والدليل يعني الارقام اللي بتيجي بعد كده لما بتحسب المباريات المختلفه، فيعني ده واقع، خلينا نقول مش احنا اللي بنقوله، دي حقيقة. بما ان احنا بنتكلم دلوقتي بقى والعيد خلاص، احنا نجومنا الاهلاويه سعداء ان يكون معانا دلوقتي واحده من مشجعي النادي الاهلي الفنانه الجميله رانيا فريد شوقي. مساء الخير على حضرتك، وكل سنه وانت طيبه. وانا فاكره كويس اول مداخله كنت معانا استاذه رانيا في اول الحلقه للبرنامج 10 الصبح بقى في الاهلي الساعه 10 الصبح، يعني كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه جميله، وكل المشاهدين بخير، وكل الموجودين في الاستوديو طيبين، يا رب وعيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله. عيدك سعيد يا رانيا، وان شاء الله كل اهل بيتك وحبايبك يقضوا اجمل ايام، كل سنه وانت طيبه ومنورانا، وان شاء الله نسعد بوجودك معانا بقى باذن الله. بقى لنا سنة بنحاول. ايوه ان شاء الله هنفضل وراك يا رانيا، ومش هنيأس لغايه لما نظبطها ان شاء الله. 10 الصبح دي بتبقى بصحاها في الاوردرات التصوير بس. معلش، كان الله في العون، وسعداء بوجودك معانا، كل سنه وانت طيبه، وناوي على ايه في العيد بقى بالمناسبه؟ لا قاعدين في البيت، لا في الزحمه والكورونا، مفيش طلعيه كده ولا كده؟ لا 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 لا، بيتك الموضوع منتشر دلوقتي جدا، فمرعب يعني. الحمد لله ربنا سترى معانا في التصوير وعدينا، فما نروحش بقى للتهلكة بإيدينا يعني. ربنا يسترها. طيب خليني اروح معاكي برضو النقطه، يعني احنا اتكلمنا عنها في بدايه الحلقه النهارده، وفكره العيد او مشاهد او مظاهر العيد زمان ودلوقتي، يعني لو هنرجع رانيا فريد شوقي والله يرحمه الجميل الملك اللي كلنا بنعشقه، ويعني واحنا اطفال يعني، واعتقد اجيال بعدنا وقبلنا، ازاي كنت زمان بتقضي العيد او بتشوفي العيد ودلوقتي؟ لا مفيش مقارنه، ما فيش مقارنه. اولا يعني كمان الكورونا جت
هي دمرت كل حاجه بصراحه، كل المشاكل يعني مشرفانا او سنه مش عارفه بالظبط، بس يعني بقالنا كتير قوي، فطبعا ما فيش يعني، هي احنا بنحاول بنجتهد يعني، لكن طبعا الموضوع صعب. لكن زمان كانت الحياه مختلفه، والعيد كان لازم بنسافر، يعني لو جه في الصيف بيبقى في اسكندريه، لو في الوقت ده بتسافري بقى الغردقه يعني كده، لكن مع بابا طبعا وضع مختلف تماما يعني. وعيديه الملك كانت عامله ازاي؟ بجد فرحه عيدية ملك هو الترس. بيتوتي عيديته لا مش بمزاجه انت عارف. في حاجات مش اختيار يعني. لا والله كان جميل قوي بالعكس طبعا. يعني كانت احلى ايام يعني فعلا يعني. طيب خليني اسالك دلوقتي بقى، مين اللي بيديكي عاديه ولا بتدي مين عاديه برضو؟ لان احنا سالنا كابتن امير طبعا، هو منورنا كابتن امير عبد الحميد برضو. لو طبعا ازاي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيبه. ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه. كابتن امير لحد دلوقتي متمسك بالعاده دي، فبرضو في البيت عندكم نفس القصه لسه برضو العاديات ولبس العيد والكلام ده؟ بس انت يعني احنا كبرنا فمبقاش في حد بيدينا عاديه يعني. جوزي بس ايه بيجيب لي هديه فاشكره جدا يعني، لكن فكره العيديه الفلوس دي ما زالت قائمه مع الولاد، لكن احنا اعتبرونا كبرنا. انت عارفه القاعده دايما العيديه دي واحنا صغيرين يقول لك اول ما تشتغل مالكش عيديه، واول ما تشتغل مالكش حاجه خالص. بتبقى كده دايما. لا مبسوطين بجد انك معانا جدا، وعايزين نتقابل حتى لو ما عرفناش بجد في يعني في البرنامج، نتقابل في النادي باذن الله، وتبقى جميله الله. حتى لو عملنا لقاء خارجي هناك تبقى حلوه جدا برضو. يا ريت ان شاء الله باذن الله. ده نادي يعني، ده ذكريات وذكريات طبعا. رانيا عايز اسالك على تفصيله كده، الوالد رحمه الله عليه الفنان الكبير يعني وحش الشاشه وملك الترسو، كان ليه واحد من اجمل الافلام على الاطلاق، الفيلم المحبب عند كل الاهلاويه لما شفنا من خلاله كابتن اكرامي الاسيوطي. طبعا ايوه الحاج الاسيوطي. الفيلم ده كان ليه خصوصيه عنده هو شخصيا رحمه الله عليه، أكيد زي ما هو ليه خصوصية عندنا احنا كمحبين لفريق شوقي وللنادي الأهلي. بنتكلم الفيلم ده من الثمانينات وعايش. أنا عايز أقول لك معظم الكوميكس اللي بتطلع على السوشيال ميديا من الفيلم ده. صحيح. وفيلم رصيد نمرة 5. طبعا. الفيلم كمان يا رب ولد، وبابا أهلاوي يعني بجد ومتعصب، ويعني هو بس في الفترة الأخيرة لما كبر والعاية وكده فهدي، لكن هو لا أهلاوي جامد يعني طبعاً. فطبعا بالنسبة له الفيلم، والمخرج كمان أستاذ عمر عبد العزيز أهلاوي، فكان فيلم كله أهلاوي. صحيح. أستاذ عادل إمام من أكبر الأفلام. أستاذ عادل إمام طبعا. والله أستاذ عادل إمام فيه بيقولوا زملكاوي وفيه أهلاوي، فموقفه مش محدد يعني. أهلاوي. أهلاوي. كابتن أمير بيقول أهلاوي بيأكد. أيوة ما أنا بقول لك فيه كل واحد على هواه مش عارفين. عموما كل سنة وأنت طيبة. الفيلم كله أهلاوية جامدين جدا يعني. أجزع ناس. حاجة بس على طبعا الأستاذ الكبير طبعا فريد شاوي، إحنا كنا وإحنا صغيرين كان هو بيجي يلعب كورة في النادي الأهلي. تمام. كان هو الاستاذ محمود عبد العزيز، فاحنا كنا بنسيب التمرين ونقعد نتفرج عليهم. الكابتن مختار كان يقعد يزعلنا، واحنا ما ينفعش ان هم يكونوا موجودين، ما نعرفش ولا نتصور معاهم ولا ما نتفرجش عليهم، لازم بنسيب التمرين ونقعد نتفرج عليهم. طبعا كان نجم كبير وكان محبوب جدا على فكره، كان طيب قوي على كل الاعمار والاجيال بصراحه طبعاً يعني. طبعاً. ايوه جمهور الجمهور الاهلي كمان، هم طبعا بابا معروف انه اهلاوي يعني من زمان جدا يعني، فكان جمهور الاهلي مع الماتشات لما فعلا الاهلي بيكسب، كنا انا حضرت ده، كنا بنشوفه تحت البيت بهتافات تحت البيت، اطلع يا مالك بنحبك يا مالك كده، ولو ما طلعش بس كان بيطلع طبعا، ما يقدرش يعني، كان يعني يحب الناس وما يقدرش ان هو ما يشاركهمش فرحتهم يعني. في اي الله يرحمهم يعني. رانيا عايزين نروح بقى معاكي شويه برضو لدورك في اولاد ناس، لان برضو كنت متالقه جدا وكان في كوره برضو. ايوه ما انا عشان كده، فبرضو خلينا نروح معاكي لكواليس المسلسل ده، يعني تحكي لنا ايه برضو عنه. والله هو مسلسل يعني قضيه مهمه جدا جدا، وهي علاقه الاباء والامهات
وولادهم والعكس صحيح. المسلسل هنا بيتكلم عن دور الأب اللي يعني نقول إيه رجع للخلف شوية فترة اللي فات أو في اللي احنا عايشينه دلوقتي. فهو المسج من المسلسل إن مش الأم لوحدها اللي بتربي أو هي اللي تقدر تشيل مسؤولية لوحدها بالضبط. يعني الأب دوره أساسي ومهم لصحة الطفل النفسية، مش بس في التربية، للصحة النفسية، وهي دي الأهم، لأن هي أجيال بتسلم أجيال. صحيح. فالمسلسل الحقيقي قضية مهمة جدا، والورق مكتوب والحوار بديع جدا جدا جدا. فأنا يعني كنت مبسوطة مجرد إن أبقى متواجدة في عمل زي ده يعني حاجة تسعدني جدا، إن الفن هو كده وظيفته انك تلقي الضوء على المشاكل، القضايا الهامه في المجتمع الاسريه. بالظبط، القضايا الهامه، ودي مش قضيه هامه بس، دي قضيه انا بعتبرها قضيه كبيره جدا، لان دي اجيال طالعه. انا بتفق معاكي جدا، بس كنت متالقه على كل حال بجد، ومسلسل ناس كتير جدا تابعته، فانا هشكرك انا وكريم جدا. بس لو حب حد معين من خلال يعني برنامج الاهلي في رمضان وقناه الاهلي حابه تعيدي عليه، يعني اكيد تفضلي. عيد على امي، اقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا يبارك في صحتك وعمرك ويخليكي لينا، وانت العيد بتاعنا فعلا. كل سنه وهي طيبه يا رب، وكل سنه وكل طيبة. ام طيبه يا رب باذن الله، ربنا يخليهم لينا. نورتينا يا رانيا، وكل سنه وانت طيبه، وسعدنا جدا بوجودك معانا، وان شاء الله زي ما كنت بقول لك من شويه نسعد ونتشرف بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي بعد كده. الاهلي مفرحنا يعني. يا رب دايما الاهلي كده مفرحنا، لان هو الاعياد لا تنتهي. صحيح. يا رب دايما. صحيح. يا رب دايما. نورتينا يا رانيا، وكل سنه وانت طيبه، ميرسي جدا جدا وجودك معانا. الجمله الاخيره دي مظبوطه جدا، لان انا وكريم حتى قلناها على الهواء في 10 الصبح لما كنا بنتكلم عن 2020، قد ايه كانت سنه فيها ضغط، وقد ايه كانت سنه برضو خلينا نقول بصراحه مش حلوه يعني. وسمعنا عن وفيات وامراض وحاجات زي كده، بس الاهلي هو كان الحاجه الوحيده فعلا متالقه واللي نورت كده السنه. يعني فعلا 2020 على النادي الاهلي كانت حلوه، يعني ما نقدرش ننكر ده، فالحمد لله. اكيد يعني النادي الاهلي دايما بيفرح الشعب المصري عامه، وبيفرح بصفه خاصه جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما عظيم، ودايما النادي الاهلي في المقدمه، ودايما النادي الاهلي في تطور، ودايما النادي الاهلي هو السباق في اي شيء مثلا بيحصل. فالنادي الاهلي نادي كبير، وطبيعي ان هو بيسبب فرحه للشعب المصري ان شاء الله 2021 كمان. بإذن يعني احنا يمكن ماشيين دلوقتي في الطريقه، يعني لو نرجع بقى للسؤال اللي انا وكريم كنا بنتكلم عنه، وهو الدوري وفكره هنا لقاء القمه الاخيره، لان ناس اختلفت في التحليل لهذه المباراه. يعني ناس قالت ان هو تعادل يعني عادل، وناس اتكلمت لا كان ممكن الاهلي في الشوط الثاني ان هو يعني يحرز هدف بشكل كمان سهل جدا، لانه كان مسيطر بشكل كبير في الشوط الثاني تحديدا. راي كابتن امير ايه؟ انا عايز ارجع بس للسؤال الكريم في الاول خالص بتاع مستر موسوماني وتثبيت التشكيل، والاول كان ايه ودلوقتي بقى ايه. هو الراجل اول ما جه طبيعي ان هو ثبت تشكيل، فعشان كده كان في نتائج كويسه، زائد ان بس مش في اول كذا أول مش أول في اول كام مباراه، لان هو كان لسه بيجرب اللعيبه. ده اللي هو اوريدي هو عارف اللعيبه، وده يعني من مميزات ان المسؤولين في النادي الاهلي وكابتن خطيب ومجلس اداره ولجنه التخطيط ولجنه التعاقدات، ان هم يجيبوا حد في وقت قليل يكون عارف اللعيبه، عارف سياسه النادي، عارف نظام النادي. فبالتالي هو كان في سان داونز في جنوب افريقيا عارف قيمه النادي الاهلي. هو طبعا اكيد فكان عارف اكتر ومتابع. حد يعني خلينا نقول مناسب للفتره دي تحديدا بالزبط. كمان ان هو يدير فعلا نادي زي الاهلي بالظبط. فكان عارف اللعيبه، ثبت التشكيل، ما كانش فيه اصابات كتير، كورونا كانت قليله شويه، فبالتالي كانت في نتائج كويسه. دلوقتي طبعا مع الاصابات، لان ده طبيعي ان انت النهارده كل 72 ساعه بتلعبي ماتشات، فطبيعي ان اللعيبه تبقى مجهده، طبيعي ان اللعيبه تبقى مصابه، ودخلت على موضوع كورونا بتلاقي 4-5 كل فتره مصابين. ودي مش بايدينا مش بايدينا، فبالتالي غصب عنه ان هو لازم يغير. مش هتلاقي الانسجام قوي، طبيعي ان انت يبقى في اجهاد، مش هتلاقي الباور بتاع اللعيبه زي واللعيب مرتاح. اعتقد ان شاء الله باذن الله
في وقت 5 ايام من ماتش اهلي وزمالك على ماتش سان داونز. لكن ماتش الزمالك اللي انا كنت بقول النادي الاهلي احنا سبق يعني احنا بدانا بالهدف، تاني حاجه ضيعنا فرص خطيره وكانت سهله ممكن نكسب بيها الماتش باقل، يعني مش عايز اقول النادي الاهلي ما كانش التوب 100%، ولكن النادي الاهلي كان موجود واللعيبه كانت موجوده وكانوا بيأدوا بشكل كويس على قد الاجهاد اللي موجود زي ما بيقولوا، لكن ما كناش موفقين في بعض الماتشات. وماتشات الاهلي والزمالك ما لهاش دعوه بالمين اللي هي حساباتها الخاصه، هي دايما خاصه ولها التوفيق. التوفيق مهم صحيح. جدا في ماتش الاهلي والزمالك، لكن خلاص هو الماتش عدى ومرحله عدت، وان شاء الله نبتدي بقى واللعيبه دلوقتي تجهز بقى عشان عندنا حمل اكبر وعندنا انجاز اللي جاي اكبر اللي جاي مش سهل بالظبط. طيب على كل الاحوال احنا لسه كلامنا معاك لم ينتهي، بعد نستاذنك هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا، خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده للاهلي في رمضان وضيفنا الجميل اللي منورنا في حلقتنا النهارده كابتن امير عبد الحميد، اللي عرفت بالصدفه من شويه كده من ثواني من خلال كانت بتتجاذب معاه نهوان ده اطراف الحديث، فعرفت ان ولاده في الاكاديميه صح كده؟ التفاصيل في البريك ده جامد، ما انا فاتني جزء كبير من التفاصيل. فين بقى انت في البريك؟ دخلت الحمام ما اخبيش عليك، انت مش غريبه لان الوضع كان مش لطيف الحقيقه. المهم عوده بقى للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، وجودهم في الاكاديميه تحت قيادتك تحت مظلتك ولا مش تحتها بشكل مباشر؟ لا انا ما اعرفهمش في الاكاديميه بصراحه، يعني عامل يعني بعيد فاصل كل البعد فاصل طبعا. يمكن دي من عاداتنا جوه النادي الاهلي برضو ان الولد يدخل ما بيروحوش معايا وبيمشوا لوحدهم، لان طبعا انا فاصلهم تماما، انا ليا شغلي وهم لهم شغلهم. مفيش مجال يبقى فيه مجاملات الكلام ده كله طبعا بالظبط. ده اصلا الروح دي مش يعني في كباتن بلا ذكر اسامي حتى في ناشئين الاهلي ولادهم موجودين وهم كانوا رموز كبيره جدا، لكن مفيش حاجه اسمها كده. الولد لو كويس فعلا بيبقى يعني ضمن الفريق، لو مش كويس خلاص، فدي حقيقه فعلا. انا عندي ادم عنده 14 سنه واسر عنده 11 بيلعبوا في الاكاديميه. عندي ادم كويس جدا، حراس مرمى بالمناسبه. لا لا لعيبه لعيبه مش لعيبة. حراس لعيبه كويسه أوكي. وعندي ادم كمان لعيب كويس ومن ايام كابتن تامر حفني والكابتن محمود صالح والكابتن احمد باي كانوا عايزينه في القطاع. دلوقتي كابتن خالد بيبو بيتحايل عليا ان هو يروح، لكن انا عايزه يروح لما يتفرم شويه في الاكاديميه. يعني هو لعيب كويس بس عايز بقى الحته بتاعت الروح بتاعت النادي الاهلي دي، ان شاء الله لما يبقى كويس جدا في الاكاديميه ويشد اكتر ان شاء الله اوديه القطاع باذن الله. بس يعني كون ان والدهم امير عبد الحميد ده ما كانش بالنسبه لهم عنصر جذب كافي ان هم يفكروا في حراسه المرمى مش في اللعب العادي يعني؟ لا هو يعني ادم لما جه ادم باين موهبته من البدايه، يعني لعيب كويس جدا ولعيب هادي، ولكن انا الكوره ما بقتش عايز الهدوء شويه، انا عايزه يلعب بروح النادي الاهلي، يلعب بقلب النادي الاهلي، ودي اللي انا يعني دايما بسعى ان انا احطها جواه. فهو واحده واحده الامور بتبقى كويسه، كورته موجوده وكله تمام، ان شاء الله الفتره الجايه يروح للقطاع باذن الله ان شاء الله. نرجع بقى اليوم 15 لان ده اليوم المنتظر طبعا، والاهلي وسان داونز، والعديد من المحللين بيشوفوا ان شاء الله المباراه دي تكون زي كده ما اطلقوا عليها يوم الثأر، يعني احنا جايين عايزين نثأر عايزين نفوز، هي دي او ده الاوبشن الوحيد اللي قدامنا. فخلينا برضو نشوف كده انت شايف ان شاء الله المباراه هتدار ازاي او الدنيا هتمشي زي يوم السبت باذن الله. انا شايف ان هي مباراه صعبه طبعا جدا طبعا. سان داونز مش فريق سان داونز مش سهل يعني ابدا، عنده لعيبه كويسه جدا بقاله كام سنه مميز، بقاله كام سنه يعني في اوقات في سنه من السنين خد بطوله افريقيا وراح كاس العالم للانديه طبعا مع مستر موسيماني. عندهم لعيبه كويسه. تفصيله كابتن موسيماني لوحدها ممكن تبقى عنصر تحفيز اضافي بالنسبه لهم اكيد، لكن هم عارفين طبعا وهو عارف كويس قوي اللعيبه وعارف السلبيات والايجابيات هناك، وهم عارفين طبعا اكيد كان السياسه اللي كان ماشي بيها وكان ازاي بيقود سان داونز، كل واحد عارف يعني سلبيات وايجابيات الطرف الثاني. بس بعيدا عن التفصيله دي انا اقصد ان المدير الفني الحالي لسان داونز اكيد هيبقى حابب برضه يسجل بونت من وجهه نظره،
مع الفريق اللي بيديره فنيا المدرب السابق لسان داونز. هو مش هدفه من الزاويه دي، مش هدفه ان انا بلعب على 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 مستر موسيماني، بس هو هدفه ان هو عايز اكسب النادي الاهلي، وعارف قيمه النادي الاهلي في افريقيا، وعارف النادي الاهلي ما بيلعبش على ماتش واحد، النادي الاهلي بيلعب على البطوله نفسها طبعا. وده ماتش ان هو تكسب توصل بقى الفاينال والحاجات دي، هو بيلعب البطل، بيلعب البطل، النادي الاهلي معروف في افريقيا. لكن انا عايز اقوله ان المباراه مش هتبقى سهله، مستر موسيماني برضو عارف كل صغيره وكبيره زي ما بيقولوا هناك في سان داونز. اللعيبه الحمد لله عندنا لعيبه مميزه جدا، عندهم خبرات، احنا ابطال افريقيا النسخه الاخيره، ماتش مش هيبقى سهل. لكن انا عايز اقول للعيبه لازم يبقى في تركيز وفي روح كبيره جدا، وعايزين نخلص من هنا. انت لما كل ما بتكسب هنا الماتش الاولاني بترتاح هناك طبعا، ولكن اتمنى ان شاء الله اللعيبه تكون مركزه، اللعيبه تكون بتلعب بروح قويه، واللعيبه عندها مسؤوليه كبيره جدا، لان انت ده خطوه انك انت تاخد البطوله وترجع تاني لكاس العالم للانديه، وده الهدف الاكبر باذن الله. واتمنى ان شاء الله اللعيبه تبقى عند حسن ظن الجمهور ويكونوا مركزين ويلعبوا بقلب جامد، وان شاء الله نلعب جيم متوازن ونضغط في اول الماتش بحيث ان احنا نقدر نجيب هدف واثنين وثلاثه يريحنا هناك في الماتش اللي هناك باذن الله. انا بتفق معاك في قصه هنا ممكن يكون الفوز يعني في مباراه الذهاب بتطمئن شويه، ولكن برضو زي ما احنا اتكلمنا في ثأر الفكره هنا الفوز بقى باللقب مره اخرى، ففعلا الروح دي موجوده، ويمكن احنا كمان شفناها في كلام موسيماني بعد كل مباراه في المؤتمرات الصحفيه. هو بيتكلم ان هو هدف واحد، وانا عارف انا بشتغل فين والنادي اللي انا بدربه، وانا فاهم كل الكلام ده، دايما بياكد على الامور دي. فبرضو لو اتكلمنا تحديدا على يعني الشق الفني شوية من اللعيبة، لأن زي ما احنا عارفين أن ممكن برضو اللعب مع أفريقيا أو على أفريقيا يؤثر شوية محليا والعكس صحيح، فإزاي بتشوف مفروض يكون في برضو فصل عن ده وده علشان لا هنا يتأثر ولا هنا الأداء يتأثر؟ هي مراحل. النهاردة كنا مثلا النادي الأهلي بيركز في أن يكسب ماتشات المؤجلة، عنده ماتشات، ماتش نادي الزمالك عنده كذا ماتش مهم عايز يكسب، المرحلة دي خلاص يعني خلصت مؤقتا عندك، وما كانش في وقت انك انت تحضر لكل الكلام دوت، لان كل 72 ساعه ماتش. لكن النهارده انا عندي خمس ايام مباراه الاهلي والزمالك، اعتقد خمس ايام يعني نوعا ما يقدر يعطوا فرصه شويه للراحه. مستر موسيماني دايما بيعمل اجتماعات مع اللعيبه، دايما بيعمل محاضرات، دايما بيشتغل بشكل فني في الماتشات. حاله اللعيبه النهارده اجاي رجع ان شاء الله يبقى موجود، اتمنى ان علي طبعا يفرق لو رجع طبعا علي، وده برضو من اسباب ان النادي الاهلي في بعض الماتشات في الحته الشمال كان فيها مشكله شويه، ان علي معلول مهم جدا طبعاً. ان هو ان شاء الله اتمنى ان هو يرجع، جاي نفس القصه عنده خبرات كويسه، فاتمنى ان شاء الله الناس الاصابه ترجع تاني. ولكن انا عايز اقوله ان الماتش اللي جاي محتاج روح، محتاج تركيز، محتاج قلب، محتاج يكون هدف اكبر مش الماتش بس انك انت تلعب على الفاينل. فاتمنى ان شاء الله تكون لعيبه في حالتها وينفذوا تعليمات مستر موسيماني، واتمنى ان شاء الله ال 11 لاعب او الناس اللي هتنزل الشوط الثاني يكونوا قد المسؤوليه، وان شاء الله هيبقوا قد المسؤوليه، لان هم قدرهم ان هم بيلعبوا في النادي الاهلي، فده طبيعي ان انت كل يوم بيعدي عليك ضغط، وحتى لو هتلعب يعني كل يوم ماتش ده طبيعي ان انت بتلعب باسم النادي الاهلي، لازم تلعب باسم النادي الاهلي وتضحي. انت جبت الخلاصه ان قلت قدرهم ان هم بيلعبوا في النادي الاهلي. انا عايز استاذنك ان انا هاخدك كده للماضي لثواني ونرجع بعد كام مره ثانيه نكمل كلامنا في الحاضر وفي اللي جاي ان شاء الله. انت من الناس يا امير اللي ليهم تاريخ حافل بالنجاحات مع النادي الاهلي قبل كده، وكسبت معاه تقريبا كل الالقاب المحليه والقاريه كمان في الفتره الزمنيه دي، وثالث العالم برضو اول طبعا موجود طبعا ولا وكمان انا ده سبب سؤالي، ان انا عايز اعرف يعني انت ليك ذكريات مميزه جدا عند الجماهير، فعايزين نعرف هي نفس الذكريات اللي عندك برضو ولا انت ليك ذكريات تانية ابعد من اللي احنا متخيلينه. يعني مثلا مباراه الاسماعيلي اللي فوزنا فيها 6-0 دي من اللقاءات اللي استحاله تتمسح من اذهان ومن وجدان اي شخص اهلاوي. الفتره اللي اتفاجئنا فيها كلنا كاهلاويه بالرحيل المفاجئ لكابتن عصام الحضري وما تبعه وما نتج عنه من تصعيدك، لان انت خلاص انت بعد كده اشتركت تقريبا مع كل البداية فعلا في كل المباريات المحليه والقاريه في الوقت ده، فهل دي الذكريات الاقرب لقلبك زي الاهلاويه ما شايفينك، ولا انت ليك عندك ذكريات تانية جانبيه الى جانب اللي احنا اتكلمنا فيه ده؟ هرجع للذكريات بقى وانا لاعب.
يمكن انا الحمد لله كنت شاركت وحضرتك قلت ماتش الاسماعيلي ده كان فتره الحضري كان موجود والحضري كان موجود احتياطي في الفتره في الماتش ده كنا بنلعب وكان ظروف صعبه والحمد لله كسبنا 6-0 اللي هو طبعا المباراه الشهيره بركات احرز 3 اهداف وكده كنت عامل ماتش كويس جدا الحمد لله ده برده سمع مع الجمهور النادي الاهلي كان موجود الحضري ساعتها وكان موجود احتياطي لكن انا عايز اقوله ان اي لاعب في النادي الاهلي لازم يبقى جاهز في اي وقت شفنا علي لطفي كان شناوي بيلعب حط في ظروف ان هو يلعب ماتش اهلي وزمالك وكان من نجوم اللقاء الحق يقال يعني اي لاعب النهارده صلاح محسن كان احتياطي الماتش اللي فات نزل جاب جول فلاي لاعب موجود جوه النادي الاهلي ولابس تيشيرت النادي الاهلي لازم يبقى قد المسؤوليه وجاهز في اي وقت بزرق. الحمد لله كنت الفتره دي كنت يعني بتمرن كويس جدا ومستني الفرص كابتن احمد ناجي كان عمل شغل كبير جدا معانا نفسيا وفنيا وبدنيا مستر مانويل جوزيه طبعا يعني خبره كبيره جدا وعارف كل لاعب ميزته ايه وسلبياته ايه وكان بيتكلم معانا دايما فبالتالي لعبت وشاركت الحمد لله في ماتشات كتيره جدا كاس عالم انديه تالت العالم كان برضو الحضري موجود كنت بلعب على فترات متباعده ولكن الحمد لله كان ليا بصمه مع النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي لكن الفتره الانتقاليه بقى بعد الحضري في الامور اللي لما مشي وكده الحمد لله كنت قد المسؤوليه وخدنا افريقيا والسوبر افريقي والسوبر ماس خدنا البطوله انا واخد 25 بطوله مع النادي الاهلي الحمد لله سواء الحضري كان موجود او مش موجود فدي ذكرياتي وانا لاعب طبعا كانت ايام تحفه ودايما اللاعب لما بيجيب انتصار للنادي الاهلي بيبقى حاجه كبيره جدا انه يفرح جمهور النادي الاهلي ويفرح اي حد منتمي للنادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا ليه دلوقتي اللعيبه اللي موجوده هم زمايلي واخواتي واصحابي وبتابع معاهم كل يوم ودايما بتكلم مع النجوم الكبار اللي موجودين في التيم احساسي بقى انا دلوقتي كمشجع ان انا عايز النادي الاهلي وعايز اللعيبه دي تبقى احسن ناس وعايز النادي الاهلي دايما في المقدمه فبالتالي دي بتبقى برضو ذكريات حلوه ان انا النهارده لما باجي اتفرج انا بحط نفسي مكان اللاعب محطوط تحت ضغط وبتكلم مع اللعيبه في حاجات كتيره جدا 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 يمكن علي لطفي كمان كنت بتكلم معاه والنهارده شناوي بعت لي مسج وبعت له مسج فبنقل خبراتي ليهم والسنين او الماتشات اللي فاتت بنقل لهم خبراتي من الاحداث اللي حصلت كلنا تعرضنا لظروف صعبه كلنا تعرضنا لمواقف صعبه لكن النادي الاهلي هيفضل النادي الاهلي من ايام الاجيال اجيال من زمان جدا لحد الاجيال اللي جايه والموجوده دلوقتي فطبيعي النادي الاهلي هو ثابت الاجيال بتتغير وبتختلف لكن هدف النادي الاهلي روح النادي الاهلي اسلوب النادي الاهلي موجود فاتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تجيب انتصار تاني وتجيب بطولات تانيه ويروحوا كاس عالم الانديه تاني فدي ذكريات وانا لاعب وانا مشجع للنادي الاهلي احلى حاجه بجد في اللعيبه يعني لعيبه الاهلي ان سواء الحاليين او السابقين ان انتوا كلكم مترابطين يعني ودي حقيقه فعلا احنا بشوف على طول واحنا حتى بنحضر اوقات يعني تجمعات زي كده دايما موجودين اجيال مختلفه مع بعض روح حلوه في رمضان اتجمعتوا قبل رمضان وفي ايفنتس كتيره عارف يا كريم لا روح حلوه تحس ان مش مهم كام سنه بتفصلنا مش مهم الكلام ده مش مهم لعبنا في نفس الوقت ولا لا بس كلكم صحاب جدا يعني حاجه اصحاب وبنحترم بعض وبنساعد بعض يعني كهربا مثلا لسه مكلمني قبل ماتش الاهلي والزمالك وقلت له ان شاء الله ربنا يوفقك لعبت ما لعبتش مش مهم يعني دي بنقله خبراته ممكن يكون مثلا لو انا ما اتكلمتش مع كهربا ممكن يبقى مشدود يزعل ان هو ما لعبش لكن كلامي معاه وكلام الناس اللي هم برده اكيد اتكلم مع ناس كتير جدا عدى الدنيا والنهارده جاهز الماتش صن داونز ان شاء الله يبقى له دور كبير وليد سليمان نفس القصه شناوي علي لطفي كل اللعيبه الكبار اللي موجودين ايمن اشرف كل الناس احنا بننقل خبراتنا للعيبه دي وخصوصا ان ثلاث اربع لعيبه كانوا معانا وهم صغيرين يعني محمد الشناوي كان معايا كان رقم 5 أو 4 في النادي الاهلي شرب الخبرات دي مننا وابتدى يطلع عارف يعني ايه مسؤوليه النادي الاهلي كابتن النادي الاهلي فبالتالي دي اجيال بتسلم اجيال زي ما بيقولوا احنا اصحاب مع بعض الاحترام واحد ولعيب النادي الاهلي مميز لما بيروح المنتخب في المعسكرات لعيب النادي الاهلي مميز سواء في الناشئين او في المنتخب الاولمبي او في المنتخب الكبير مميز باخلاقه بتربيته بسلوكه بروحه مختلف تماما لعيب النادي الاهلي صحيح بما ان احنا اتكلمنا بقى عن الفريق قبل ما نطلع فاصل لان احنا دلوقتي هنروح فقره المطبخ بقى ونشوف هنعمل ما فيش سحور بقى خلاص شكلها هنشوف غريبة. ايه اللي يعني شكلها غريبه وكحك هنقضيها كده محمد خطاب هيكون معانا بعد الفاصل وهنشوف بقى محضر لنا ايه عشان العيد لكن طبعا قبل الفاصل لازم بما ان احنا ذكرنا اللعيبه عايزين نقول كل سنه وكل لاعب يعني لبس تيشرت الاهلي بخير ويا رب دايما كده بتفرحونا واحنا متوقعين باذن الله ان انتوا طبعا هتعملوا ده بالتوفيق يا رب احنا عارفين ان انتوا
بتمر بضغط، لكن احنا واثقين باذن الله في يعني في الاداره وفي الجهاز الفني وفيكم ان شاء الله تروحوا كده كل المباريات وترجعوا باذن الله منتصرين. فاصل سريع ونروح نشوف. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد في الجزء الاخير من الحلقه الاخيره من الاهلي في رمضان، وتاني يا رب تكونوا حضراتكم استمتعتوا معانا بكل حلقات البرنامج. بنرحب بالشيف محمد الحقيقه اللي كان ليه الكثير من الايادي البيضاء الفتره اللي فاتت، واللي انا شخصيا ساعدت مش قادر اقول لك الى اي درجه. بص كله كان كوم صحور اهو، ده فاتك يا كابتن امين. كل تفاصيل الصحور ممكن نتغاضى عنها، بس طعميه شيف محمد من الصنف العالمي. بس مش مكتوبه لنا النهارده. ونهوان ده احلى شغل بقى. لا انا يا عم احلى بس عامل طعميه ولا عامل طعميه. في حلقه من الحلقات حصل هي مشاركه وانت تاكل وتنكر. صح كانت مثلثه. كويس ان انا نكرت، كانت طعميه مثلثه. عمري ما شفت التكوين ده، كان جديد عليا شيف محمد. طب انت مجهزه لنا ايه النهارده؟ انا عامله لكم بسكوت شاركت كابتن محمد قبل باين اني بكذب صح؟ المهم مش شاركت كابتن محمد قبل الهوا. طبعا ممكن اقول الطريقه بتاعه البسكوت انها سهله جدا. احنا بنجيب عجينه و عجينه ايه بالظبط؟ هتتكشف خلال 30 ثانيه. وبعدين بعد العجينه يا شيخ محمد، عشان والله لو حد عايز يعملها في البيت عجينه، وهو كان مكتوب كده بصراحه لمده ساعه تريحها. وبعدين بترتاح إيه بقى؟ يعني ايه العجينه ترتاح هي. اصلا العجينه ترتاح يعني بتسركنيها شويه. يعني نجيب عجينه ونسيبها وتريحيها وبعدين نرش سمسم وبعدين نحطها في الفرن نص ساعه. وبعدين الموضوع بسيط يا جماعه، انا مش شايفه فين الصعوبه. بس كده؟ لا بعدين هم خليهم هياكلوا. بالظبط. احنا هنحكم دلوقتي، هناكل ونحكم. اتفضل يا كابتن. كان سحورك عامل ازاي يا كابتن امير؟ بتهتم بوجود اصناف بعينها سواء على الفطار او على السحور؟ يعني انا واحد من الناس مثلا الفول في السحور والزبادي برضه ما ينفعش يتاكل. والزبادي طبعا انت ليك برضه طقوس غذائيه. انا مش بتصحر اصلا. لا يا راجل. لان انا متعود ان انا ما اكلش بالليل، ان انا بلعب لحد ما بطلت. صعب ان انا اكل بالليل. هو زبادي بس. ما كنتش بتجوع بقى تاني يوم؟ لا. هل ده صحي يا شيف محمد برضه ان الناس ما بتصحرش؟ ده مش مضر؟ لا حسب الفطار يعني، ممكن اكون انا فطران كويس او بعد الفطار مثلا وجبه مثلا على الساعه 10 بدري شويه. فبالتالي ممكن ما تسحرش سهر خفيف. وفكره هنا نقول ان احنا فطرنا كويس، مش فطرنا كتير، لا ان احنا خدنا قيم. صح. يعني قيمه غذائيه مناسبه مش الاكل. انا كنت بفطر الصراحه وخلاص ما فيش وجبه تانية. الفطار بالنسبه لي ده كان خلاص. والحلو والبسبوسه والحاجات اللي احنا جايبينها وقناه جاي مكلفه. وطبعا عدت عليك ماتشات قبل كده وانت صايم؟ اكيد كنا صايمين، وسواء مع النادي او مع المنتخب، وخصوصا اكتر حاجه كان مع النادي. بطولة افريقيا دايما بيجي وقت بتصدف رمضان. بس انتوا لما بتسافروا وخصوصا في المباريات الافريقيه برضو بيكون معاكم شيف يعني موجود معاكم مش كده؟ كان معانا شيف ولا محمد. دي حاجه مستجده؟ مع شيف محمد الثاني. شيف محمد برضو كان معانا في الجيل اللي احنا كنا موجودين وما زال تقريبا. كان معانا في حلقه برضو من الحلقات. حد محترم وحد شاطر جدا زي حضرتك طبعا اكيد. ربنا يخليك. وسهل لنا حاجات كتيره جدا. يمكن احنا كنا فاصل بنتكلم على الظروف اللي مرنا بيها في افريقيا. الامور صعبه جدا، الاكل في افريقيا صعب طبعا. بتجوع برضو في اوقات معينه. بس انتوا كده في امان بقى يعني؟ امان ان هو بياخد معاه الاكل من هنا من مصر، بيعمل لنا الاكل بتاعنا بقى اللي هو. بس مفيش مره مثلا حصلت اي يعني تفاصيل كده او عكوسات اضطريتوا ان انتوا تاكلوا اكل غريب في دوله من الدول اللي انتوا كنتوا مسافرين فيها مثلا؟ لا هو مش الاكل، هو الظروف بقى. يعني مثلا بعد التمرين والحاجات دي كده الكهرباء كانت بتقطع والميه كانت بتقطع، فبنتبهدل بقى. يعني انا فاكر موقف كان معايا كابتن احمد حسن، كنا بنجيب زي جردل كده من ميه من حته صعبه قوي. ماتش انيمبا. اوكي. ماتش انيمبا كان ظروف صعبه جدا، وكنا بناخد شاور مع بعض انا وهو بالجرادل. تتبادلوا الجرادل. كانت يعني ظروف صعبه جدا، ده اللي احنا كنا بنحكي عليه يعني. لكن ما كناش بنبص لده، كان هدفنا ان احنا ناخد الماتش ونكسب الماتش ونوصل للنهائي وناخد البطوله. حلو الذكريات دي برضه. لكن الاكل هو طبعا، حتى لما رحنا اليابان كان معانا شيف محمد، ولما رحنا افريقيا كان معانا شيف محمد. حتى البطولات يعني لما بروح تونس والمغرب
شمال افريقيا كان بيبقى معانا برضه. بس ازاي بيسيطر عليكم؟ يعني الواحد كطبيعه جسم بني ادم اوقات بيروح كده نفسه لحاجه حلوه، حاجات مش صحيه، ازاي السيطره ده بقى مفيد لينا في العيد؟ لان دي برضه معلومه ناس كتير بعد رمضان بتبوظ تماما ايام العيد تحديدا. بص احنا كان عندنا معانا الدكتور ايهاب علي، كان لما كنا موجودين كان معانا، كان بيظبط الامور مع الشيف محمد، وكان معانا برضه خبير تغذيه موجود معانا، فكانوا بينسقوا في وقت معين كده. كنا دايما من فتره كان في الحلويات موجوده والحاجات دي كلها، لكن مستر مانويل جوزيه منع الحاجات دي، فبقت فاكهه بس والاكل اللي هو بيحطه. يعني مثلا النهارده هناكل ايه، بكره هناكل ايه، الغدا هناكل ايه، العشاء هناكل ايه. كان بياخد كميات كبيره جدا، يعني مثلا لو احنا قعدنا اسبوع بياخد كميه كبيره جدا تقضي الاسبوع كام واحد خيال. يعني موضوع كبير وصعب. طب انت بعد الاعتزال هل كان مثلا وقت ما كنت بتلعب كنت بطبيعه الحال حارم نفسك من اكلات معينه عشان ما ينفعش الوزن يزيد، او عشان مكوناتها مش وبعد كده بقى خلاص اطلقت للكرش العنان بعد الاعتزال مثلا، ولا برضه محافظ على نظام غذائي معين؟ انت شايف ايه؟ بص كابتن امير رياضي جدا على فكره برضه. لا هو طبعا اللاعب الكوره دايما بيظبط اكله، بيظبط نظامه، تمارينه، فطبيعي اللي مش هيحافظ على ده بعد ما يبطل هتبقى الامور صعبه بالنسبه لي، فلازم يستمر. هل في الاكاديميات مش المفروض يخش برضو اخصائي تغذيه؟ بص حضرتك هو مفروض، لكن احنا بخبرتنا يعني في التكوين احنا عندنا صح. انا بتفق معاك في الاكاديميات، في ولاد وزنهم زايد، في ولاد نموذج، وفي ولاد عايزين يتغذوا، فطبيعي احنا بخبرتنا بنقعد مع ولي الامر بنتكلم معاه بنقول له لازم ده ياكل ازاي وده لازم وزنه ينزل ازاي، يعني بنتكلمها بخبرتنا احنا. فبتيجي تتكلم مع ولي الامر بيبقى اوريدي هو عامل مظبط مع دكتور تغذيه كويس لوحده، يعني فاحنا بنقولها من خلال هيسهل عليهم بالزبط. جدا بعد كده. على كل حال يعني قبل ما نختم الكالوري برضو يعني شايف محمد، يعني زي ما حضراتكم شايفين طبعا هي ما حدش في العالم ما بيحبش البسكوت والحاجات. طب نتفضل هو قدامي اهو. لا والكحك ما تجوش على قديم لسه بالايادي التفصيله دي برضه. كم بقى كالوري في البسكوتيه اللي كريم بياكلها مثلا دلوقتي؟ لا دي عاوزه بقى يعني بس بيتخن الكلام ده اهو طبيعي عادي. فلو لو عامله رجيم بلاش بقى، او تاخدي قطعه واحده بس كفايه يعني. على كل حال يعني مش بعد الفاصل هي عامله مش هي عامله بعد الفاصل. هو شوف محمد رص كل الاصداف الحلوه قدامها قالها، بس لو عامله رجيم يبقى ما يفضلش. مش عارفه ايه لازمه الجمله دي بس ماشي. انا خدهم معانا واحنا ماشيين. اشكرك جدا يا كابتن، وبجد يعني انت اسعدتنا على مدار الشهر، يعني مش بس في حلقاتنا بجد مع الزملاء، كمان في القناه كان برنامج جميل جدا بجد. والله انا اسعد وانا سعيد ان انا اشتغلت معاكم واشتغلت في قناه الاهلي، ده شيء اسعدني. لان ولسه ان شاء الله اللي ورا الكاميرا واللي الناس تعاملها بصراحه صحيح. يعني اسعدني التعامل العام بصراحه ممتاز. دي فرصه كمان ان احنا بدورنا نتوجه بكل التحيه كل الزملاء وكل الزميلات اللي شغالين ورا الكاميرات والناس اللي في الكنترول. انتوا عملتوا شغل زي الفل واسعدتونا احنا شخصيا، مع ان احنا اطراف رئيسيه في هذا البرنامج، ولكن على صعيد المتابعه احنا سعيدنا جدا. وعلى فكره انا واحد من الناس استمتعت بمعظم برامج قناه الاهلي في شهر رمضان، كانت برامج مميزه جدا. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بيها كلها. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب يا كريم. شكرا يا كابتن امير، نورتنا يعني. وعلى مدار 30 حلقه كان معانا ضيوف مختلفين في الاهلي في رمضان، وزملاء اعزاء جدا قدموا معانا هذا البرنامج، واحنا كنا يعني برضو جزء من تقديم هذا البرنامج. كنا سعداء ونتمنى ان احنا كنا فعلا قدرنا نقدم حاجه كويسه جدا ومفيده كمان في شهر رمضان. البرامج خلاص بعد العيد هترجع مره ثانيه زي ما كنت بقول لحضراتكم انا وكريم. اول حلقه بقى ليه 10 الصبح في الاهلي، هنرجع ثاني نصحى بدري. أيوة. وربنا يستر ازاي مش عارفه لسه، يعني القصه دي هتبقى صعبه، بس نشوفكم ان شاء الله بقى في 10 الصبح في الاهلي يوم الاثنين، وهتبقى اول حلقه. مره ثانيه كل سنه وانتم طيبين ومع السلامه. عيد سعيد. كل سنه وانتم طيبين.